اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع جهاد. في ظل انتشار الوباء اللي عامل ذعر عالمي كورونا، طبعا كل دوله بتحث مواطنيها دايما على اتخاذ الاجراءات ودايما ان هم يتبعوا التعليمات الوقايه واجراءات الوقايه والحجر المنزلي. فطبعا في مجله امريكيه سلطت الضوء على تعليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوص الموضوع ده، كانوا بيتكلموا فيها على النظافة، بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن ان احنا يعني ما ندخلش ارض حل فيها الوباء او نفر منها. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. يعني المفروض ان احنا بنأخذ بالاسباب، والمفروض ان احنا نتبع اجراءات الوقاية، يعني بلاش التجمعات اللي احنا بتبقى كتير دي، ونرجع نشتكي ونقول الاعداد زايده. الاعداد فعلا في الزياد، المفروض ان احنا بنلتزم بالاجراءات اللي بتقول عليها الدوله. طيب بنلتزم بس بالاجراءات؟ لا، احنا عايزين كمان ان احنا ناخذ بالاسباب، وان احنا دايما نكون متفقين ومقتنعين من جوانا ان احنا بنفر من اقدار الله الى اقدار الله. فاحنا ان شاء الله باذن الله هنتكلم النهارده في فقرتنا الاولى عن الكورونا. وكان في موضوع حصل اليومين اللي فاتوا دول، اللي هو بخصوص الوفيات اللي حصلت في مستشفى الحسينيه بالشرقيه بسبب نقص الاكسجين. عشان كده في بعض المواطنين على رسائل صفحتنا بعتوا لنا عشان نتكلم عن بالتحديد دائره ابو تيج وصدفه والغنايم، مستشفى صدفه المركزي وابو تيج، ونقص الأجهزة، وإن هي غير مؤهلة أو غير مجهزة إن هي تستقبل مرضى كورونا. طبعا الموضوع ده ما ينفعش إن احنا صراحة نسكت عليه، احنا دي أرواح ناس ولازم ناخد خطوة فعلية. المواطنين دول انتخبوا أعضاء علشان خاطر إن هم يقدموا خطوات فعلية. احنا مش عايزين كلام ولا وعودات ولا الكلام ده، احنا عايزين رد فعل، او عايزين بمعنى اصح حاجه فعليه على ارض الواقع. عشان كده هيكون معايا ان شاء الله في الفقره الاولى مداخله هاتفيه من سياده العقيد علاء خير الله عضو مجلس النواب، والفقره الثانيه هيكون معانا هنتكلم فيها عن العسل ومنتجات العسل، هنتكلم فيها عن سم العسل، هنتكلم عن صمغ العسل، شمع العسل، حبوب اللقاح، كلها منتجات لمخلوق صغير من مخلوقات الله. هيكون معانا في الفقرة الثانية الدكتور محمدي عبد الحميد، باحث في علوم عسل النحل. فهيكون معانا في الفقرة الأولى زي ما قلنا كده نتكلم على الكورونا، هيكون معانا مداخلة هاتفية وهو معانا حاليا دلوقتي على الخط، سيادة العقيد علاء خير الله. السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيادة العقيد؟ أهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ كنت عايز تمام الحمد لله، اتفضلي. كنت عايز أسأل حضرتك على، طبعا احنا في بعض المواطنين بعتوا لنا على الرسائل الصفحة بخصوص موضوع مستشفى صدفة. تمام. والنقص الأجهزة فيه. وبرضه طبعا احنا عارفين مستشفى أبو تيج تحولت لعزل. بالظبط. فاحنا هي تحولت، هي من ساعة من أول ما افتتحت وهي افتتحت عزل. تمام. طب بالنسبة لحضرتك عضو مجلس نواب الدورة الجديدة، عايزين نعرف من حضرتك ايه الإجراءات الفعلية اللي تمت في الموضوع ده أو اللي هتتم في الموضوع ده؟ اللي هي موضوع ايه؟ موضوع مستشفى نقص الأجهزة في مستشفى صدفة المركزي. طبعا احنا دورنا كنواب ان شاء الله عن الدائرة الرابعة اللي هي أبو تيج صدفة والغنايم، احنا المفروض ان احنا بنشوف ايه النقص ده وبنطالب بيه. تمام. بالنسبه بقى لمستشفى العزل في ابو تيج، هو المفروض ان هي لو موضوع كورونا بيستمر فتره طويله ما ينفعش، انا وجهه نظري ما ينفعش ان هي تفضل موجوده هي على طول هي عزل. لا، احنا في مستشفيات بعض الشروط المفروض يبقى بالتناول، لان مركز ابو تيج مركز كبير وما ينفعش ان هو يفضل محروم من الخدمه الصحيه علشان ان هو عنده مستشفى مجهزه تجهيز جيد. تمام. ففي مستشفيات برضه في المحافظة مجهزة تجهيز جيد، يبقى المفروض يبقى بالتناول. بالزبط. ما يفضلش مركز واحد محروم على طول من الخدمات الصحية.
بالظبط. بس احنا حاليا دلوقتي في ذروه كورونا، يعني المفروض كان بيبقى فيه يعني خطوات فعليه ان انا مثلا الاجهزه دي تبقى متوفره في المستشفى بتاع الصدفه، مستشفى الصدفه ما فيهاش اجهزه يعني غير تمام. هو انا حتى هذه اللحظه طبعا ان احنا لسه ما مارسناش دورنا الفعلي، المجلس القديم قائم حتى يوم 9/1، تمام. ولكن احنا بنحصر دلوقتي المشاكل اللي داخل المستشفيات وداخل الوحدات الصحيه، لان الموضوع القطاع الصحي موضوع كبير، لان احنا في يعني سواء المستشفى صدفه او في الغنايم نفس القصه، وفي عندنا وحدات صحيه تم تجهيزها تجهيز جيد كمباني وخلافه، تمام ولكن برضه بينقصها الاطقم الطبيه. فالحاجات دي احنا انا عن نفسي يعني كنائب في الثلاث مراكز ببدا الف دلوقتي وبحصل الحاجات دي عشان يتم عرضها على وكيل الوزاره ان هو يوفر اطقم طبيه وتمريض. والموضوع لو ما فيش امكانيه وكيل الوزاره طبعا الموضوع هيتعرض على السيد الوزير وزير الصحه، تمام. لان مش معنى ان انا عندي مبنى كويس ان ده خلاص، لا انا المهم عندي تقديم الرعايه الطبيه. احنا اهم حاجه الطاقم الطبي نفسه ذات نفسه بالظبط. يعني. تمام. هو في مبادره، احنا شفنا على احدى مواقع التواصل الاجتماعي في مبادره عاملينها اهالي صدفه، تمام. اللي هي بيجمعوا تبرعات عن طريق المساجد والكنائس. اه لان هم بصراحه يعني احنا انا باعت لي حد، انا بكلمك بلسان المواطنين، ان هم بيقولوا احنا ما لقيناش حد من المسؤولين خد خطوه فعليه، واحنا اهالينا يعني دلوقتي ذروه كورونا، طب احنا لو واحد فينا تعب هنروح فين؟ فهم بصراحه بالظبط. يعني اتفضل حضرتك. هو المفروض المستشفيات بصفه عامه حتى اللي مش مجهزه حجر صحي المفروض يبقى فيها امكانيات لتقديم الخدمه الطبيه على الاقل الاوليه للمصاب بكورونا. تمام؟ تمام. ولكن برضه هو والناس عشان تعذرنا، يعني احنا دلوقتي لما انضمت المراكز ووسعت الدوائر بقى الموضوع على الشخص واحد، او بالنسبه لنا ان انت مطلوب ان انا اتابع 3 مراكز. تمام. فده موضوع طبعا مش يعني صعب، او على الاقل أكيد. مش هقدر ادي فيه الاداء اللي انا كنت اتمناه. فده هيبقى فيه تنسيق بيننا ما بين النواب ان شاء أكيد الله طبعا اللي هو إن شاء نواب الله. الدايره، ان احنا نبقى متعاونين مع بعض عشان نادي خدمه كويسه للمواطن. طب بالنسبه لحضرتك، طب ايه اولويات حضرتك في المجلس الجديد؟ والله بص حضرتك، هو المفروض احنا عندنا قطاعات مهمه جدا اللي هي الصحه طبعا دي رقم واحد، تمام. التعليم، الحياه الكريمه للمواطن تمام. يعني اللي هي احنا تقديم الخدمات صرف صحي غاز ميه رصف توفير، مش هنقول عمل لان الموضوع صعب ان احنا نوفر عمل، لكن احنا هنحاول ان يبقى فيه فرص استثمار عن طريق رجال الاعمال في المناطق الجديده، المناطق الصناعيه. طيب بالنسبه لمعاناه المزارعين طبعا من نقص الاسمده، انا كنت بشوف على مواقع التواصل الاجتماعي حضرتك طبعا بتحاول تحل الازمه دي، تمام. ممكن احنا اعرف من عندنا حضرتك؟ بالنسبه للمزارع عندنا مشكلتين حيويتين. المشكله الاولى طبعا هي نقص الاسمده، وده يمكن كان في تواصل مع وكيله الوزاره في اسيوط، وهي انا بشكرها لان هي نشيطه جدا تمام. وفعلا متبنيه الموضوع. وانا ليا يعني حاجه الواحد بيستغرب لها، لان الرد من المسؤولين كان ان في نقص في الاسمده. تمام. طب هي نقص الاسمده ده للجمعيات التعاونيه او الجمعيات الزراعيه ومفيش نقص عند الموردين بره وفي المستودعات بره والقطاع الخاص، ما المصنع اللي بيطلع ده هو اللي بيطلع ده، هو نفس المصنع. تمام. ازاي متوفر عند القطاع الخاص ومش موجود في الجمعيات الزراعيه؟ انا عايز حد من الساده المسؤولين يعني يرد عليا في هذا السؤال، واحنا ما نتمنى يقولش برضو ان في حد نقص. يرد علينا، برضو احنا نتمنى ان ان يكون في حد متابعنا من المسؤولين ويرد يعني علينا اللي برضو. يقول اصل في نقص في الاسمده، انا عايز اعرف هو مصنع واحد اللي بيطلع الاسمده نفس اللي بيدي الجمعيات التعاونيه او بيدي وزاره الزراعه، تمام. هو اللي بيدي القطاع الخاص. احنا ليه مدينا اولويه للقطاع الخاص بندي له 70% من الانتاج وندي وزاره الزراعه 30%؟ ما اعرفش ليه يعني. طيب بالنسبة لحل مشكلة المزارعين المتعسرين. النقطة الثانية دي اللي هي المشكلة الثانية اللي هي المتعسرين. بالظبط. يمكن احنا تواصلت، انا شخصيا تواصلت 3 مرات مع مدير البنك المركزي وتواجدت معاه وبحثنا الموضوع،
ووصلنا في اخر حاجه ان احنا مشكورا كان في لجنه موجوده عندنا في ابو تيب يوم الاحد، وكانت في صدفه عشان تخدم صدفه والغنائم النهارده، وكان موجود فيها الاستاذ ابراهيم الحديدي اللي هو المستشار التنفيذي للمتعسرين، تمام، وفي بعض المزارعين توصلوا معاهم لحلول، وفي بعض المزارعين المديونات بتاعتهم عاليه ما كانش الحل اللي وصلنا ليه مرضي ليهم او مش هيعرفوا ينفذوه، فان شاء الله يبقى في تواصل تاني بحيث ان احنا نوصل لحل افضل للمزارعين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشوف لحضرتك على مواقع التواصل الاجتماعي تحركات كتير تمام في كذا مجال، وندوات حضرتك بتحضرها وبتفتتح برضو مشاريع كتير. كنت عايز اسال حضرتك سؤال، هو احنا نتمنى طبعا كمواطنين، نتمنى ان حضرتك طبعا ان شاء الله تظل على النشاط والتقدم ده دايما يا رب. عايز اعرف من حضرتك ايه اولوياتك او ايه المشكلات اللي حضرتك حطيتها كاولويات في مجلس النواب الجديد؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك اي حاجه تخص المواطن انا متواجد فيها، يعني انا اي مشكله ما بستناش ان حد، يعني انا ما تدخلت في مشكله الاستماد وقابلت وكيله الوزاره، ولما رحت البنك المصري الزراعي ما استنيتش لما حد من المواطنين يطلب مني الكلام ده، لا انا لو طالما في مشكله ظهرت قدامي وانا نايب في الدايره واقدر ان انا اتحرك فيها، لا بتحرك فيها مباشره. بس تمام. طبعا انا ليا خطه عمل ان شاء الله موجوده، ان انا هيكون في مرور على الوحدات الصحيه عشان اشوف فعلا هل هي شغاله ولا مش شغاله، تمام. هل فيها اطقم طبيه ولا ما فيهاش، لان انا زي ما بقول لحضرتك انا مش عايز مبنى وشكله حلو وجميل بالظبط. ولكن ما بيقدمش خدمه صحيه. هو المواطنين برضو مش عايزين كده، هو المواطنين بس عايزين بالظبط، عايزين اطقم طبيه، وبرضو مش ما يبقاش في اهمال، يعني احنا بالظبط مش كده، عايزين يعني انا يبقى بقول في لحضرتك اهمال. احنا عايزين الحاجه الواقعيه، بالظبط. وده ده توفير الحياه الكريمه، وده اللي بينادي بيه سياده الرئيس، واحنا لازم نساعده في الكلام ده، لان احنا عينيه اللي موجوده، بالظبط احنا كده. عينيه اللي موجوده اللي احنا بنرصد هذا الكلام، احنا بنعمل مبنى شيك وجميل وحلو، لكن المضمون لازم يكون بقدر احنا الكفاءة عايزين عشان الخدمة يقدم. ممتازة، احنا عايزين بالظبط كمواطنين عايزين الخدمة ممتازة، لا احنا مش عايزين مباني، مش عايزين مناظر، احنا عايزين خدمة. بالظبط كده، بالظبط. طب وده انا اللي احنا بنتمناه. ان شاء الله من وجهة نظر حضرتك ايه التحديات اللي ممكن يواجهها المجلس النواب الجديد؟ والله انا اتوقع برضه هي تحديات كتير، لان الظروف الاقتصاديه، هو طبعا سياده الرئيس بيسعى جاهدا ان يوفر حاجات كتيره، ولكن الظروف الاقتصاديه لازم نبقى واقعيين هي مش مساعد على الكلام ده، والمواطن ممكن بيبقى وجهه نظره مش مستوعب الكلام او مش مستوعب الافعال اللي بتتم، هو عايز الحياه بتاعته اللي قدامه، الحياه اللي لامسها بايديه، ممكن الشغل اللي بيتم يكون الاثر بتاعه كمان 10 سنين كمان 15 سنه، فما بيبقاش ملحوظ حاليا، فدايما احنا بنحاول نشتغل باقل الامكانيات. تمام. طب هو ليه ما يبقاش فيه توعية؟ طبعا انا عارفة ان حضرتك طبعا نائب عن دايرة ابو تيج وصدفة والغنائم، تمام ليه ما يبقاش فيه؟ طبعا الموضوع كبير، وكل لو انت هتبص لكل مشكلة كل مواطن فدي مش هنقول ان هي سهلة، هتبقى صعبة جدا، بس على الاقل نحاول ان احنا نعالج غالبية المشاكل اللي بتبقى حاصلة. فيعني ليه ما نطلعش مثلا مسؤولين تحت حضراتكم يطلعوا يشوفوا مشاكل الناس دي ايه؟ ليه ما يبقاش في ندوات تتعرض فيها الناس بيبقى مسؤولين يطلعوا يتكلموا، والله مشكلة مثلا الدايرة عندي كذا او القرية عندي كذا، مشكلة المدينة عندي كذا، ليه ما يبقاش في ناس بتطلع كده؟ هو أنا بالنسبة لي طبعا أنا الفترة اللي فاتت كنت بجمع بعض المشاكل، لكن ما لمتش طبعا المشاكل كلها، وخاصة إن اتساع الدوائر أو الدائرة يعني ايوه كان تمام. فترة قريبة، يعني من كام شهر قبل الانتخابات، فإحنا كان كل واحد بيشتغل وبيجمع المشاكل خلال الدائرة بتاعته، يعني أنا أصلا كانت دائرة أبو تيج فقط ما كانش معاها صدفة والغنائم، تمام. فطبعا انا ملم بمشاكل كتيره او بحاجات كتيره داخل ابو تيج، ولكن استحدث عليا صدفه والغنائم، حاليا تمام. بجمع برضو المشاكل بتاعتها، يعني احنا عندنا مشاكل الصرف، كره كتيره ما دخلهاش صرف، طبعا. عندنا كره كتيره ما دخلهاش، وفي كره بدا فيها شغل في الصرف من 2010 تقريبا ولكن توقف،
انا لما تواصلت مع المسؤولين وصلت لبعض المعوقات دي، طبعا هيتم عرضها ان شاء الله على الساده المسؤولين اصحاب متخذ القرار وبعض الحلول المقترحه. تمام. فده اللي احنا هنشتغل عليه. يعني انا في عندي قريه النخيله، عندي قريه بابور، عندي نزله بابور. انا عرفت السبب ان هو كان في المخطط من ساعه ما اتعمل الصرف الصحي ان المصب بتاعهم هيكون في ابو جيل. تمام. حاليا لما اشتغلت مدينة أبو تيه بكثافة أصبحت إن هي ما تستوعبش الثلاث كرة يصبوا فيها، فالمفروض إن هم يتعمل لهم محطة تاني. تمام. فالكلام ده طبعا إحنا هنناقشه مع السادة المسؤولين ونحاول نلاقي حل إن يتوفر قطعة أرض ويتم عمل محطة ويتم إعادة التوزيع تاني. لأن برضو لما كان الشغل بيتم قبل كده ما كانش فيه تنسيق ما بين اللي هم الناس اللي شغاله، كل واحد شغال لوحده، فما كانش في ربط ما بينهم. تمام. وبالتالي اتفاجئنا دلوقتي ان القرى دي فيها قرى كان بداوا فيها الشغل من حوالي 10 من 2010 ولكن توقف. تمام. فاحنا بنبحث، انا دلوقتي بسال، يعني انا كل حاجه بسال وبحاول اوصل سبب التوقف ايه. او هو برضو في وبالتالي مشكله من ضمن المشكلات دي يا سياده العقيد، اللي هي مشكله الميه برضو. يعني احنا في 2021 ومشكله الميه برضو ما زالت موجوده. يعني في قرى كتير في اسيوط بتعاني من ميه مش نظيفه. بالظبط، ما دي برضو هنحاول نوصل لها. وفي مشكله تانية، يعني احنا عندنا مناطق خلاص بقت فعليا وواقعيا موجوده على الارض وكتله سكانيه، ولكن نتفاجئ ان يتقال ان دي خارج الكتله السكانيه او خارج التنظيم او خارج كذا، لكن هي على الواقع خلاص موجوده، فلازم يدخل لها خدمات، تمام. لازم يدخل لها صرف، لازم يدخل لها كذا. فلازم نتعامل مع الواقع. الواقع بيقول ان خلاص دي بقت كتله سكانيه وفيها ناس موجوده وناس عايشه خلاص، فلازم نتعامل معاها ان هي وصل لها الخدمات للمواطن. انا بشكر حضرتك جدا يا سيادة النائب ان شاء الله، وعلى وعد بلقاء معانا على الهواء ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ان وربنا شاء الله يكرمك متشكرين، ويكتب لك التوفيق كده باذن الله. ربنا يخليك وتحياتنا للجميع ان شاء الله. شكرا لحضرتك. مع وبكده تكون انتهت فقرتنا الاولى، نروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا.